أنا الدكتورة نادية الديب، أستاذة علاج الأورام بكلية الطب جامعة اسكندرية، وأنا شرفت الحمد لله وتشرفت جدا برياسة الاسم لفترة، وتلا بعدية أساتذة متميزين وأضافوا كتير جدا للاسم من الناحية العلمية والناحية البنية بتاعت القسم والجهاز والحاجات كل الإكويبمنتس اللي احنا بنستعملها علشان علاج مرضى الأورام. الحمد لله الاسم تطور وبيتطور وفي طريقه ان هو يتطور أكتر، وربنا يوفق الأستاذ الدكتور عبد العزيز بلال رئيس الاسم الحالي، واحنا بنشكر كل رؤساء الأقسام اللي كانت موجودة قبل كده. والحقيقة أنا بنتهز الفرصة دي برضو إن أنا بنعي رحيل أستاذنا معلمنا أستاذ الأجيال اللي علمنا وأضاف لنا كتير وعلمنا طب الأورام وكيفية معاملة المريض وكيفية العلم والأمانة العلمية، وأضاف لنا إزاي إن إحنا نكتب رسائل، إزاي نناقش أبحاث، إزاي إن إحنا نكون خلوقين ومتحملين للمريض. الأستاذ الدكتور أحمد بديب إحنا فقدناه الأسبوع اللي فات، وهو أستاذ له أفضال على جمهورية مصر العربية وعلى قسم علاج الأورام بجامعة اسكندرية، وأنا شخصياً أفضاله عليا وشرفت إن هو كان مشرف عليا في رسالة الماجستير والدكتوراه وأضاف لي كتير جداً. أنا بنصح كل الشباب الصغيرين اللي هم داخلين الأورام إن هم لازم يكونوا متفتحين، يعرفوا إن ده علم جديد وعلم حالات بقت كتيرة دلوقتي وعدد المرضى كتير جدا، وإحنا بنطلب منهم أكتر حاجة مهمة الأمانة العلمية والعملية. الأمانة العلمية إن هو لازم يدرس كويس وما يدرسش القشور، لازم يخش في العلم ويتبحر فيه ويقرأ وهو صغير كتير، لأن ده اللي هيبني شخصيته كطبيب أورام متميز، وبالذات بيولوجي الخلية وبيولوجي الأورام إن جنرال، لأن ده بيعلمه إزاي يخطط العلاج لكل مريض على حدة، لأن كل مريض مش زي التاني، في مريض بيحتاج لعلاج لأن هو بيبقى عنده أمراض تانية، وفي مريض بيبقى له وضع معين، فلازم كل واحد بيبقى له علاج بيتفصل عليه مخصوص. الطبيب لو هو متمكن من أصول أو من جذور العلم هيبقى سهل عليه أنه يفصل العلاج لكل مريض على حدة. لازم نكون عندنا صبر مع المرضى، ولازم يكون عندنا صبر مع أهل المرضى، لأن هم بيجوا مخضوضين جداً وبيجوا مرتعين من اسم الكانسر مازال لغاية دلوقتي، هم بيقروا قشور وبيجوا على أساس القشور دي وبيسألوا كتير. أنا عارفة إن الشباب شغلهم كتير وعليهم مسؤوليات كتير، وبنصح ياريت إن يكون في كل اسم أو في كل سنتر إن يبقى في حاجة زي مشرف اجتماعي صحي، إن هو للحالة النفسية الصحية بتاعت المريض وأهله، إنه يتكلم معاهم يبسط لهم الموضوع، يشرح إن الدنيا ما هياش سيئة. ده هيساعد الأطباء الجونيور، لازم ان هم يتعلموا بقيتهم، لازم ما ينسوش الكشف على المريض بيبقى مهم جدا، ولازم يدوا المريض وقت للشكوى بتاعته، لان شكوى المريض بنطلع منها المرض بسهوله جدا، الا لو كان المريض مش متعاون بنحاول نساعده باسئله بحيث ان هي تخليه معانا في الطريق اللي هو يوصلنا لتشخيص مرضه. والحمد لله هم عندهم دلوقتي الأشعات والام ار اي وكل الفحوص والانواع اللي هي بتسهل لهم كل الامراض، انها يعرفوا كل سبب المرض ايه، وده بيخليهم يختاروا العلاج الصح. انا بنصحهم بالامانه وبنصحهم ان هم، انا شايفه ان هم كلهم متفوقين وكلهم ممتازين، واحنا عندنا اطباء مشرفين جدا سافروا البلاد بره أمريكا وبلاد مختلفة وكندا وأماكن كتير جدا وفي البلاد العربية، كل الشباب ده مشرف جدا وبيجينا عنه معلومات رائعة،
ومنهم الدكتور تامر رفعت، دلوقتي بقى كونسلتنت كبير جدا في امريكا وفي شيكاغو، وربنا يوفقه ويوفق كل زمايله اللي هم بيشرفونا وبيشرفوا اسم جامعة اسكندرية ومصر كلها.